أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لوط عليه السلام رسالته هل هي للأمر بالتوحيد أم أنها للنهي عن جريمة اللواط أو أنها بالأمرين جميعا؟ كل رسول كما تقرأون كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لوط وغيره، لكن نص على اللواط لأنه أشنع جريمة ارتكبتها البشرية، فنص عليها كما نص على بخس المكاييل والموازين في قوم شعيب، لأنها أعظم جريمة عندهم بعد الشرك، أعظم جريمة بعد الشرك، وأعظم جريمة بعد الشرك اللواط والعياذ بالله. نعم.